فالشيطان بيعمل عن طريق الأرواح الشريرة، بيعمل عن طريق الجن، بيعمل عن طريق أرواح الكذب، أرواح الغي، بيعمل عن طريق الكتاب بسميها أرواح الزنا، أرواح شهوة. شو يعني أرواح؟ يعني روح يسيطر على الإنسان فيصبح مكبل ويصبح مقيد، وفعلا يستعبد، ذهنه يستعبد وفكره يستعبد وحياته تستعبد في أرواح الشهوة والزنا التي تسبب اللعنة على حياة الإنسان.